برحب بيك يا احمد، وبرحب بمشاهدي ومتابعي قناه الزمالك في كل مكان. سنه سعيده عليك وعلى جميع مشاهدي ومتابعي قناه الزمالك في كل مكان من داخل نادي الزمالك. ويعني بنودع طبعا 2022 بكل حاجه حصلت فيها. بنودع طبعا، كانت سنه مليانه بطولات وانجازات، لحظات حلوه ولحظات كانت صعبه علينا عدت كلها، وان شاء الله سنه جديده كلها خير وسعاده على جميع الزملكاويه في كل مكان. سنة سعيدة على سيادة المستشار مرتضى منصور طبعا ومجلس إدارته، أمير مرتضى وأحمد مرتضى مشرف على ألعاب الصالات طبعا وعلى الكورة. طبعا سنة سعيدة على جميع رؤساء القطاعات وطبعا المدربين والأجهزة طبعا والإداريين وكل لاعبين نادي الزمالك وكل العاملين داخل نادي الزمالك. وطبعا مفيش أحلى مننا نخلص السنة وإحنا طبعا متصدرين الدوري وبجدارة. خليني ارصد لك الاجواء هنا يا احمد. يعني النهارده طبعا مستشار مرتضى منصور فتح الباب للمشجعين، يعني خطوه جميله جدا، حجز قطار كامل للمشجعين لحضور مباراه الزمالك طبعا واسوان، في اسوان خطوه كويسه جدا، يعني ما شفناش حاجه زي كده بتحصل قبل كده. كل التوفيق طبعا، ويرجعوا لنا ان شاء الله بثلاث نقاط سالمين غانمين باذن الله. اما عن طبعا مباراه الزمالك النهارده والاهلي، فدي طبعا مباراه قويه جدا هتقام النهارده على صاله نادي الزمالك طبعا لكره الطايره. هنشوف مباراه قويه وهنتكلم باستفاضه اكتر مع كابتن حماده مجاهد اللي منورنا هنا. طبعا كابتن حماده مجاهد برحب بيك على شاشه قناه. اهلا بيكي وتحياتي للاستوديو، وصباح الخير عليهم وعلى كل الزملكاويه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك كده يا رب. وحضرتك طيبه وكل الزملكاويه طيبين وبخير ومن تقدم لتقدم ان شاء الله تعالى باذن الله. خلينا نتكلم يا كابتن اكتر النهارده عن مباراه الزمالك والاهلي. طبعا دي اول مباراه هتكون يعني مواجهة مباشرة بين الزمالك والأهلي السيزون ده. طبعا الزمالك مخلص السيزون اللي فات دوري وكاس، وكانت مباريات قوية جدا. شايف اللقاء النهارده هيكون عامل هي مباراة صعبة برغم الظروف اللي فاتت في الفريق الأول، إنما هم بيستعدوا كويس، عندنا رجالة كويسين جدا. إن شاء الله بإذن الله نقدم مباراة قوية ويكون التوفيق حليفنا بإذن الله ونكسب المباراة إن شاء الله تعالى. شايف طبعا غياب المحترف النهارده، الاهلي عنده 2 محترفين، كلمني اكتر، هل ده هيأثر سلبا علينا ولا هتكون ازاي؟ يعني باذن الله ما يأثرش سلبا، هو بيبقى اضافه. انما احنا عندنا فرقتنا رجاله، عندنا لعيبه كويسه جدا، عندهم الخبرات اللي تؤهلهم ان هم يلعبوا ويكسبوا. وانا ان شاء الله متفائل خير ان احنا النهارده نعمل جيم كويس، وباذن الله نبتدي سنه 2023 بمكسب لينا في الكره الطايره باذن الله تعالى. كلمني طبعا عن دور احمد مرتضى منصور وطبعا دور المستشار مرتضى منصور. سنه عدت طبعا كان في صعوبات كبيره جدا، كان في تحديات كبيره جدا، كلمني اكتر. الاستاذ احمد مرتضى هو الشغل اللي باين ده مش محتاجين نتكلم عنه في حاجه، هو ما شاء الله عليه دينامو في الملعب بلاقيه، واحنا شغالين مع قطاع البراعم في الدرجه الاولى رجال، في قطاع الناشئين في الدرجه الاولى سيدات. انا بتكلم في الفولي، انا بتواجد تقريبا في النادي من الساعه 2:30 كده لغايه 11 12 بالليل، كل 5 دقائق بلاقيه متواجد في مكان خاص بالفولي. عامل اضافه، مهتم بجميع الالعاب بجميع المراحل، مهتم، وده شيء كويس وبنشكره عليه. طمنا يا كابتن عن قطاع البراعم هنا، يعني حققنا ارقام كويسه، كلمني اكتر عنه. والله بالنسبه لقطاع البراعم احنا عندنا 12 فرقه، انا كنت عامل بلان ليا وللمدربين، ما شاء الله الحمد لله اتحقق اكتر من اللي كنا مخططين ليه. كسبنا فرق كتير كانت بتكسبنا المواسم اللي فاتت، عملنا قاعده كويسه الحمد لله، الخامات كويسه، يعني الفرقه اللي ورانا اللي بتتمرن دي عندهم 7 سنين فلو وكاسبين كل ماتشاتهم. لو بصينا للخامات ما شاء الله خامات كويسة جدا، لو رحنا للملعب اللي هناك دول 9 سنين برضو ما شاء الله خامات كويسة. بنحاول نركز على القاعدة عشان يطلع لنادي الزمالك والمنتخب مصر خامات كويسة ترفع اسم النادي ومصر إن شاء الله. شكرا جدا يا كابتن وسنة سعيدة عليك. علينا وعليك يا رب وعلى كل الزملكاوية. العفو. يا احمد، ده كان لقائنا مع كابتن حماده، يعني كل توفيق النهارده لنادي الزمالك وسنه سعيده عليك وعلى كل الزملكاويه في كل مكان. هفضل ليك طبعا في الاستوديو. عزيزه المميزه دينا عبد السلام على هذا اللقاء الرائع مع كابتن حماده مجاهد رئيس قطاعات البراعم لكره الطايره بنادي الزمالك.